السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على قناتي وقناتكم حلويات فاطمة. وصفتنا اليوم غتكون عبارة عن طاجين بالكفتة السردين وسلطة أو مقبلة اللوبيا الخضراء اللي كنرافقوها مع الحوت أو الأطباق ديالنا الرئيسية، كتجي مشرملة لذيذة بزاف. خليكم معايا تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. مع المكونات عندنا هنايا الحمض المصير، وعندنا الفلفله السودانيه، وعندنا الحره، وعندنا هنايا القزبر والمعدنوس، مطيشه قطعتها طريفات صغار، وهنا البصله حكيتها، وعندنا التوابل كما كتشوفوا والملحه والثومه، وهنا زيت زيتون مع زيت روميه مخلطين. وهنا عندنا الكفته ديالنا، غادي ندير ليها التوابل ونحك عليها الثومه ونرجع معكم. وهنا كما كتشوفوا عندنا الزيتون ديال الدار اللي كنت شاركت معكم الفيديو ديالو في القناه. هنايا درنا حكيت الثومه، دابا غادي ندير التوابل ونحرك وندير شويه القزبر والمعدنوس ونخلي شويه باش نديرو الطاجين. غادي ندير التوابل وغنحرك السرديل ديالنا كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد السرديل البنات، كاين اللي كيخلط معاها هذا الرز مسلوق، كاين اللي كيخلط معاها الشحمه ديال الكلوه. المهم داكشي على حسب الاختيار وعلى حسب الذوق، كل واحد والطريقه ديالو كي كيدير. المهم غادي نحرك مزيان مزيان هاد الكفته ديال السرديل ونطلع الطاجين باش يسخن. المهم كما كتشوفوا هي الكفته كتجي ناشفه من الماء، داكشي رفيع ما تقولوش واش السرديل. غنحرك فيها مزيان مزيان التوابل، ودرت الملحه البنات حتى هي درتها. المهم نحرك مزيان مزيان، طيب خلطوا معها التوابل وبيد ما يتشحر ليا الطاجين وندير فيها الكواري. بالنسبه للطاجين ها هو طلعتو، غادي نكب زيت الزيتون مع زيت المائدة، وغادي ندير ديك البصلة اللي حكيتها حتى كتشحر، وندير ديك مطيشة. هاهي البنات ديك البصلة كتخلى، دابا غادي نكب مطيشة وندير التوابل وندير القزبر مع المعدنوس. المهم كل واحد وطريقته في الطاجين ديال السردين، كل واحد كي كيدير. دابا غادي ندير البصله، مطيشه يا ربي على هاد البصله، وندير القزبر مع المعدنوس وغنخليهم حتى كيتشحروا، عاد كندير المكونات الاخرين. كما كتشوفي الثومه هي حتى هي، وهو الطاجين كيطيب. دابا غادي ندير هاد البصله ومطيشه توابل، غير شويه لان الكفته ديال السردين درت فيها التوابل. غندير شويه الابزار، شويه الكمون، وشويه الملحه، ونحرك مزيان مزيان حتى كيتخلط كلشي، وندير الكفته. غادي ندير الزيتون نكور في الكفته ديال السردين، كويرات متوسطه ما يكونوش كبار ما يكونوا صغار، ونحط في الطاجين.
وما بغيتش الفيديو يجي طويل. المهم غندبع على هاد الطريقه حتى نكمل تنعمر الطاجين حدا حدا الاخرى. كما كتشوفوا البنات ها هي الكفته ديالنا. المهم قربت نعمر الطاجين والكفته راه كتجي داك الشير فيه. غادي نخليها واحد 5 دقائق وديك الساعه نقلبها في ديك المرقه عاد ندير الحامض وديك الفيفله ديك السودانيه والهريسه من طبيعه الحال اللي كيبغيها واللي عنده اللي الكويرات درناهم. دابا غادي نخليه 5 دقائق ونقلب دوك الكويرات في ديك المريقه حتى كلشي تلبس بديك المرقه ولا نخليها تاسمو ونبقى نهزها لما نبقى نكب عليهم. هنايا درت شويه زيت روميه ودرت عليها الثومه حتى تشحرات وحطيت عليها واحد لاطيشة. ودابا غادي ندير اللوبيا الخضراء تعطيها طريفات صغار بحال ديك الطريقه ديال ديك الشلاضه ديال الخيزو ديك المقبله ديال الخيزو. هيا كما كتشوفوها دابا غادي ندير اللوبيا الخضراء سقتها في الماء. غادي ندير التوابل عليها ابزار الملح رغم اني سقتها في شويه الماء والملح غادي نزيد واحد شويه الملحه على حسب الذوق وشويه ابزار. ها هي شويه التحميره وغادي ندير شويه الحقوم البيتي ونحرك. هذه مقبله ديال الجبنه يا ربي ديال لوبيا الخضراء. غادي نحرك حتى كتشحر مزيان مزيان. هي راه سلقتها طابت على حقها وطريقها في الماء مع الملحه. والطاجين غادي نقلب دوك الكويرات كما كتشوفوا في المقه. غادي ندير دوك الطرف ديال الحامض ودوك الكيكلات ديك السودانية بالنسبة للوبيا ديالنا. ها هي كما كتشوفو هي كتشهي كنرفقوها مع الاطباق الرئيسيه بحال الحوت بحال الطاجين ديال الدجاج. المهم هي كتجي رائعه. الطاجين ديالنا ديال السردين ها هو قرب يكح. ضروري تنقصوا عليها العافيه تنقصوا العافيه ودائما تعودوا ديروا المعلقه فتسمو باش ما يتشوط لان السردين دغيا كيتشوط. دائما تعودوا تحركوه مره مره حتى كي يكح هو دغيا كيطيب ما كيتعطلش طياب. وصلنا نهاية الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين بالكفتة ديال السرديل كيجي رائع كيشهي شكلا ومذاقا وسهل في التحضير.
كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا معايا، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاهل. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.